أول ما بلشت مشروعي كنت عمري 17 سنة. وبلشنا مشروع كتير صغير، ماكينتين حبكة، لحد ما إحدى الزميلات حكت عن غسل سنانية ودعم المشاريع. دعمتني الغسل الإسلامية بمكان، ثلاث مكان ومكوى بخار حديث متطور ومقص كهرباء. بشكر الغسل الإسلامية كثير على دعمهم إلي الصراحة، ومع إنه الإمكانيات كانت قليلة ولكن ساعدتني بشكل كبير.